التقى بأربع مراجع، التقى بالسيد السيستاني ثلاث ساعات، مسولف للسيد السيستاني، السيستاني قال له هاي الكلمة، قال له سأله عن صلاته، باكر نسولف إن شاء الله بالدروس الجاية عن وضعه عن حياته، قال مصافحه وقال له الله يجعل سره في أضعف خلقه. وملتقي بالشيخ الغروي، الشيخ الغروي بايسه منا ما قابل، قال له ليش؟ لأن الإمام لازمه منا كيلو ومية وخمسين متر، السيد الصدر مداز جماعة حاسبينها من الخطوة للمكان الأخير وموثوقة بالإنترنت موجودة. فالشيخ الغروي قال له إلا بوس. الشيخ بروجردي هم عنده موقف، السيد الصدر عنده علاقة خاصة وياه، يأخذ للبيت وعنده أشياء. السيد الصدر أرجع لك قلت لك نقطة، قال له شفته؟ قال له إيه. كلهم يسألون عن مواصفاته، قال له شفته؟ إيه. قال له شلونه؟ فالسيد قام يجيب له صور، صورة أولى صورة ثانية، كل ما يقول له مو هاي مو هاي مو هاي، قال له سيد تتعب هيجي خلي اسولف لك. قال له قبل عندنا بالعربي يجيبون هذا الضولي وج اسمه لوكس ما ادري شو اسمه، قال له هذا من يشع ما تقدر تباوع عليه، قال له هو وجهه مثل هذا القلب. السيد ورا من 1996 مرتبط بالإمام، الوحيد من اللقاءات يعرفه على هويته الحقيقية، مو مثل اللقاءات الأخرى صورة، لا لا كشف له. فعد لقاء أول ولقاء ثاني ولقاء ثالث الحد 2017 مليئة بالمعرفة، فهي إن شاء الله موضوع درسنا. أنا هاي القصة ما أريدها كقصة، لكن أريد العبرة وأريد المعرفة، إيش قد نعرف شنو البرنامج اللي نستفيده، شنو العمل اللي نشعر به بحضور إمامنا. الوقت أدركني، السيد أنا حصلت عنده هواي عطاءات، مثلا صلاة الليل مو ما يصلي مثل هاي المعروفة، أكو صلاة خاصة للإمام عنده، وطاة 13 تربة، 13 تربة بهن عجائب، ليش 13؟ هذا درس. وطاة ماي، الماي به سبع كلمات أسرار، الترب راحن لأن ينحد وينتهن، الماي به أسرار لحد الآن موجود، أكو جماعة بالشعلة عندهم، أكو جماعة بالمحمودية عندهم، أكو جماعة بالنجف عندهم، متروس هذا الماي. يقول له ربعك متعجبين بالتربة، الماء أعجب وأعظم، فيه سر وسيكون هو دماء دواء لأهل العالم يوم الظهور. طبعا أنت هذا الحكي إيش قد تعرف يلا تسلم به، شلون تعرف ودرسنا أنا وياك ندق الباب فنتوجه للإمام. أكو كلمة للإمام قبل زيارة آل ياسين يقول حكمة بالغة فما تغني النذر، لا لأمره تعقلون كن ولا من أوليائه المعروف تقبلون، إذا كان لكم إلى الله وإلينا حاجة فقولوا كما قال الله سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. يشوف عدة موقف من المواقف يفرر كل الكون، فقال أكو مكان ما أرد أوديك إليه، قال لا وديني، قال له ما أخاف على قلبك، قال له يا مكان، قال له الخربة التي قعدت فيها زينة، قال له ليش؟ قال لي لأن تدري شو وقت دخلوا 28 تموز، يعني صيف والقاع جمر والسماء ما بيها سقوف، وانا زينب اللي يحجون عني سليت المصايب ما سلن